السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. كنتمنى تكونوا بخير. وصفتنا اليوم هما جوج انواع ديال السيجار، وحدين حلوين وحدين مالحين، غيعجبكم ان شاء الله. ونبداو على بركة الله. الحشوة، فعندي هنايا شوية ديال الجزر، هذا الكروم اولا المكوع اللي قطعته شرائح، هنا عندي البصلة اللي قطعتها حتى هي مكعبات. بالنسبة لهذا الجزر هذا فغادي نحكو. غادي نضيفو التوابل، الملح، شويه الابزار، ومكون اختياري اللي هو هذه الفلفله الحاره اولا السودانيه، كتجي زوينه فقط ما تكثروهاش. والزيت، وغادي نشحرو كل شيء على عافيه اللي تكون مهيله. ناخذ كاس الخلاط الكهربائي، وعندي هنايا جوج ديال البيضات اللي هما متوسطين في الحجم، ونديرهم في الخلاط. غادي نزيد كاس ديال الحليب، وغادي نزيد جوج كيسان ديال الماء، هذا الكاس الرابع. وغادي نضيف نفس القياس ديال الدقيق اللي هما 4 ديال الكيسان ديال العنبه كذلك، وهذا الكاس الرابع. وغادي نطحنو الخليط مزيان. صافي، من بعد ما كطحن الخليط مزيان، هذا هو القوام ديالو، راه تيكون سائل، يعني ما تيكونش ثقيل كما شفتو، بحال اللي كخب تماما. دابا غادي نقسمو الخليط ديالنا على زوج. غادي ندير نص ديال الخليط في هذا البول هذا، انتم عينكم ميزانكم. صافي كما شفتوا، هذا غادي نخليه على جنب. وبالنسبه لهذا فغادي نسموه. اول حاجه غادي نديروا الملح، واحد الكميه ديال الملح تقريبا نص معلقه ديال الملح، غادي نزيدوا معاه شويه ديال الفلفله الحاره ولا السودانيه، اي شويه، وغنزيدوا كذلك الثوم بودره، وغنزيدوا شويه الابزار، واخر حاجه شويه ديال ربيع قزبر ومعدنوس. صافي، وغادي نضربوه واحد المره في الخلاط باش يتلج لينا الكل. بالنسبه للخليط اللي عزلناه هنايا فهذا غادي يكون حلو، غنزيدو عليه تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال السكر سنيده اللي منسم بالنكهه ديال الفاني، وغنزيد هنايا قشور ديال الحامض، ممكن تعوضوهم بقشور ديال الليمون، وممكن تكتفيو بالنكهه ديال الفاني، المهم تستعملوا شي مناسب. صافي، غادي نخليهم يرتاحوا على جنب واحد 15 دقيقه بين ما نوجدوا الحشوه. هذه الحشوه المالحه خليتها في الخلاط، الخليط ها هو من بعد ما ارتاح كما كتشوفوا يوليو فيه الفقاعات بحال الا فيه الخميره، هو راه ما فيش نهائيا الخميره نهائيا. غادي ناخذوا مقلاه ديال البغرير، وغادي نسخنوهم دون نطيبوا العجينه ديالنا ولا الخليط ديالنا عادي بحال الكريب. نخليوها حتى تبدا تطلع من الجوانب وكنزولوها، وغادي نستمروا على هذا الشكل هذا. ما ديرهمش غلط، نحاولوا تدخل غير كمية قليلة ديال العجين بحال هذا الشكل، وغادي نحاول نغطيو بحبات، ما كنحمرهاش بزاف لان مازال غادي يطيب، وكنستمر. فوا كتبدا كتنوض من الجوانب هكا، صافي كنبداو نحاولوا نقلبوها. هانتوما شوفوا هاد البلاصه هادي، ها هي بدات تنوض، جره غير بيدي بحال هكا، نخليوها غير تنشف شويه وكنزولوها. صافي، ها هي تغسلي يدي هذه.
دابا كملت كميه ديال الخليط الاول اللي هو مالح من السنب القزبر وربع الدوس والثومه. كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، يعني تنديروا رقيق ما شاء الله، ما كنطيبوش بزاف لانه باقي غادي نعمرو باش هكا ما كيتقطعش ليا، وحيت مازال غادي يتحمر داكشي علاش كنخليه يكون يعني مرخي بحال هذا الشكل. غادي ندوز نطيب الخليط الثاني اللي هو حلو بنكهه ديال الحامض بنفس الطريقه، غير هذه المره لي كريب كنحاولوا نطيبوهم اكثر ونحمروهم مزيان. صافي لي كريب ديالي ها هما وجدوا بشوى، ها هي تشحرات كما كتشوفوا، ما تشحروش بزاف باش ما باش ما تجيكمش يعني المذاق ديالها ما زوينش، قد ما بقاو الخضراء كمحافظين على هذاك المذاق ديالهم حتى يجي زوينين. وهنايا غادي نضيف لهم واحد الكميه ديال الثوم، هاد الحشوه كتجي خفيفه بزاف يعني ما كتجيش فيها الويده ولا شي حاجه. صافي اخر مرحله هي الثوم، وغادي نخلطو مزيان، وكتكون الحشوه صبحات واجد با التعمر. فممكن ديروا الشكل ديالهم على شكل سيجار، بغيتو ديروهم على شكل بريواز اللي بغيتو نتوما، وانتوما وكانتكم. المهم دابا غادي نديرو هنايا، غادي نقلبو من الجهه هذه اللي فيها هذه اللي محمره شويه، وهنايا غادي نبداو نوضعوا الخليط، ما تكثروش الحشوه باش هكا ما كيتطبعوش. صافي غادي ندور لهم غير شويه هكا جوانب غير شويه، وغادي نبداو نروليهم في نفس الوقت ما كنزيرهمش بزاف باش ما كيتفرقعوش. صافي هما راه كيلصقوا بوحديتهم كما كتشوفوا. صافي هنايا ساليت الكميه ديال لي كريب، واول مره في التاريخ غادي تسالي ليا حتى الحشوه قد قد، واخيرا جبتهم قد قد. المهم لي سيغار ها هما صبحوا واجدين كما كتشوفوا، راكم تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد بحال هكا، ديروهم فقط في شي بواطه وسدوا عليهم، ومنين كتبغيو تقدموهم راه دابا غادي ندوزهم في المقلاه وغتشوفوا معايا كيفاش كيتحمروا كيجيو فنين. غادي ندوزو دابا باش نعمرو لي كريب اللي هما حلوين. كسرونه غادي نوضعو كاس ونص ديال الحليب اولا 250 ملي ديال الحليب، غادي نضيف عليها ملعقه واحده ديال السكر اللي منسم بسكر الفاني، وممكن تزيدو ساشي ديال سكر الفاني، وغنضيفو هنايا ملعقه ونصف ديال نشا الذرة، يعني ملعقة تكون مملوءة جيدا، تقريبا جوج ديال الملاعق، لأن هاد الكريمة هادي خصها تكون عاقدة متكونش كريمة اللي هي جارية. غادي نخلطوهم ونوضعوهم على نار اللي تكون متوسطة مع التحريك المتواصل حتى تختار لينا الكريمة ديالنا. هنايا حبة ديال الموز وغادي نقطعها شرائح هكا، الكاوكاو اولا اي نوع مكسرات الى عندكم. انا هنا طحنت الكاوكاو اللي حمرته من قبل وغادي نخليه كذلك حدايا. وبالنسبه للكريب ها هو هذا كما شفتوا، غادي نبداو على بركه الله ونقلبو على هذا الوجه هذا. هنايا راه درت شويه المكسرات مع هذيك الكريمه، الكريمه خليوها حتى تبرد مزيان وراها يعني كتقصح. انا هنايا غادي نديرها ما عنديش الوقت، حاولوا ندهنوا بها حبه الكريب كامله باش هكا كتجي الحشوه موزعه كامل في القطعه ديال الكريب. صافي غنديروا شويه الموز غير شويه ماشي بزاف، ديروا شويه الكاوكاو. صافي وكلفوا حبه ديال الكريب على شكل سيجار.
مقلات. انا كناخذ هذه المقلات هذه المزدوجه كما شفتوا حيت ليها الطرف الفوقاني، كتعجبني الصراحه نخدم فيها حيت كبيره وواسعه. من هنايا غندير واحد الطريف ديال الزبده نحاول نديه ونجيبو. ما شاء الله المقله شحال كبيره، هزاتهم كاملين مره واحده. وراه تقدروا تحمرهم في الفرن ولكن شويه كيقساحوا احسن. هي هذه المقلاه ما تحمر لهم هذا الجانب، قلبتهم كاملين على الجنب الاخر، وغادي نعاود ندير لهم نفس المرحله نفس العمليه عفوا حتى كيتحمروا ليا كاملين جميع الجنب. دابا راهما تحمروا كما كتشوفوا، خداو هذاك اللوين وغادي نسرويهم دابا. كل السيجارة ومصحو موجودين، دابا غنزينهم شويه ديال الشوكولا بودر من الفوق، اختياريه ماشي ضروريه. المكسرات، وهذا هو الشكل ديال هاد الفطائر. هادو كيجيو بنانين بزاف بزاف، داك المذاق ديال الموز في الداخل المكسرات والمذاق ديال الفاني. كنصحكم تجربوهم ان شاء الله. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفتين بجوج ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم وترجعوا لي في التعليق الراي ديالكم. وخليتكم على خير الى فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم.